إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف تحافظ على الكلى عند الطفل. تعتبر الكلى من الأعضاء طبعا الحيوية بالجسم، وفي بعض الأحيان تكون مريضة دون علم صاحبها، ولكن التشخيص المبكر والعلاج ممكن أن يؤخر تدهور أمراض الكلى المميتة والتي لا تظهر أي أعراض إلا بعد أن تكون الكلى قد تعرضت لتلف شديد. وأيضا في القالب تظهر في أعراض مرض هذا الكلى بدون أن نعرف مصدرها بالضبط، مثل فقر الدم لا يتجاوب مع تناول علاج الحديد، قد يكون مصدره الفشل الكلوي لأن الهرمون المحفز لنخاع العظم لا تفرزها الكلى المريضة بالكميات يعني الكافية لإنتاج كرات الدم الحمراء. يعني أي ارتفاع بدرجة الحرارة عند الأطفال والرضع بدون سبب قد يكون ناتجا عن التهاب، وإذا لم يكتشف بالوقت المناسب خصوصا مع وجود ارتداد بول من المسالك البولية المثانة إلى الكلى عبر الحالب طبعا يسبب لنا عواقب وخيمة تنتهي بضمور الجهتين يعني الكليتين بالضبط. إن كان على جهة واحدة أو يعني الفشل الكلوي المزمن إذا كان في جهة واحدة ممكن الطفل يكون يعني ممكن يعيش في الفترة القادمة، أما إذا كانت على جهتين يعني صراحة في القالب الأحيان ممكن نستعمل أدوية بدون تفكير، أو خصوصا خفضات الحرارة ممكن تدمر الكليتين بسبب هذا العقار أو بسبب هذا المضاد الحيوي. وأيضا عندما نسيء استخدامها سواء كانت للكلى السليمة أو الكلى المريضة قد يخلق لنا أذى بالكلى بعد أيام أو بعد أسابيع أو حتى بعد سنوات، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة. العلاج اللي كلته قبل ممكن يأثر على الكلى. فهمتوا علي؟ أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.